ايه اتاخرت عليك؟ لا يعني مش قوي. جبت شيكات؟ جبت الفلوس. اتفق الاول. اتفق على ايه؟ معاك 3 شيكات ب 3 مليون جنيه، هقسطهم لك على سنه. ما قلتيش كده في التليفون. قلت لي انت هتيجي تسدد الشيكات عشان ما اوديهاش النيابه. هتفرق معاك في ايه؟ ما انت كده كده هتاخدهم. لا هتفرق كتير. سدد كله على دفعه واحده. وايه اللي هرفع قضيه الصبح؟ وانت هتستفيد ايه لما تحبسني؟ اشفي غليلي يا جدع. كفايه انك دخلت شركتين عشان تنصب عليا. انا عمري ما كنت نصاب. يبقى تدفع اللي عليك. خاف مني يا ياسر يا شاربي. مصلحتك ما تخسرنيش. انت اللي خاف مني يا نعيم. الشيكات اللي معايا دي كل شيك فيهم هتاخد فيه 3 سنين على الاقل. نعيم ما تحبس. لسه ما اخترعوش كلبشات تيجي على مقاسه. لا عادي على فكره. ممكن يخترعوا كلبشات تيجي على مقاسه. ولا ايه؟ انا ده حبيبي اوعى يا عم تكون زعلان مني. بيني وبينك كده بعد ما رجعت من القعده معاك اتضايقت من نفسي قوي ولقيت انك كان عندك حق انك تصمم تاخد كل فلوسك مره واحده. عشان كده انا بقى صرفت المبلغ كله. ويلا بقى قابلني بكره في نفس المكان تديني الثلاث شيكات واديك الفلوس على طول. بقول لك ايه؟ هي مش الشيكات لسه معاك؟ اوعى تكون ضاعت منك. احسن أنا اللي أجيب لك كلبشات على مقاسك. ألو ألو. ازاي ده حصل؟ ايه يا ياسر؟ ايه كمية الحرس اللي جوه الشركة وبراها دي؟ في ايه؟ زيادة أمان يا شريف، زيادة أمان. أيوة بس ده ما حصلش إلا لما مخازن نعيم اتحرقت. أنت قصدك إيه؟ قصدك إن أنا اللي حرقت مخازنه ولا حاجة؟ ياسر أنا عارف دماغك كويس، أنت حبيت ترد له ضربة الشيكات. إيه يا شريف؟ إذا كان هو نفسه ما اتهمنيش. هو ده اللي مخوفك أكتر. ما اتهمكش بحاجه معناها ان هو ناوي ياخد حقه بايده. تقوم تروح تجيب كل الحرس دول عشان يحموك منه؟ هو انت رجعت الشركه تاني عشان تحقق معايا مثلا؟ انا رجعت الشركه عشان انت كلمتني في التليفون وقلت لي انك محتاجني في الشغل. وواجبي ان انا انصحك. مشكلتك مع نعيم مش هتتحل بالشكل ده. امال تتحل ازاي بقى يا استاذ يا عبقري؟ تتحل بقعده عرب بينكم انتوا الاثنين، وعندي اللي يحكم بينكم. بجد والله؟ انت بتضحك. عاوز اللي اخده منه باليمين ارجعه له بالشمال؟ هو هيسدد لك قيمه الشيكات اللي عليه بالقسط، وانت تعوضه عن حريق المخازن. لا لا لا، انت غريب يا شريف، غريب. ياسر ما تنساش، انت اللي استعجلت وشعللتها. انا ما استعجلتش يا شريف، ومش ندمان، ونعيم ما يقدرش يعمل معايا اي حاجه، انت فاهم؟ اتفضل بقى. عن اذنك.
صباح الخير يا بابا. صباح النور يا حبيبتي. بابا وليد قافل على نفسه الأوضة من ساعة ما قابل رانيا آخر مرة، حتى الشغل ما بيروحوش. أنا عارف ده، ولا أكل ولا شرب ولا حتى بينام. فهموا إن رانيا ما سابتوش، هي بس مأجلة الجواز. ما تحاولي أنت كده تنكشي وتتكلمي معاه. مش عايز يتكلم معايا، جايز يتكلم معاك أنت. ما أنت عارفة أخوكي كتوم طول عمره، ومش سهل إن هو يفتح قلبه. ده حتى لو غلط واتكلم معايا في موضوع يخصه ما بيكملوش. طب أقول لك إيه، ما تحاولي كده تاني وتالت تكلمي معاه، وفي نفس الوقت لازم تتكلمي مع رانيا وتحاولي تقولي لها خليكي لطيفة معاه، يمكن ده يروق حاله شوية. أكيد هكلمها، بس على الله هي كمان تسمع الكلام. هتسمع. قول يا عيسى، انت قلت في المحضر انك شفت البلطجيه كويس وعارف شكلهم، مش كده؟ مظبوط. طيب ما تعرفتش على اي حد منهم في الطابور بتاع المشبوهين؟ لا الحقيقه الطابور ما كانش في حد منهم. العربيه مواصفاتها ايه؟ كانت لونها زيتي و 4x4. طيب ما لحقتش تاخد الرقم بتاعها؟ لا الحقيقه مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ مش انت يا ابني قلت لي ان العربيه دي كانت اتراك من اول ما مها الغزالي ركبت معاك؟ ايوه بس انا كنت مركز على وش السواق واللي جنبه، ما ركزتش في نمر العربيه خالص. طيب انت ليه ما عملتش محضر بعد الحادثه؟ ما دام مها الغزالي قالت ان هي هتبلغ. قالت انها هتبلغ؟ ها؟ بص يا عيسى، انت المفروض ان انت اتضربت وضربت في المشكله دي، المفروض انك بقيت طرف اساسي فيها، فالمفروض كان انت اللي تبلغ. ما كنتش فاضي، كنت بلف بالعربيه. كنت بتلف بالعربيه بتعمل ايه بقى؟ بتجر الشكل للناس؟ لا بلف على اكل عيش، وبصراحه ما كانش ينفع اشوف واحده ست بتضرب واقفه اتفرج عليها. طب انت ايه رايك بقى ان مفيش اي دليل انها انضربت، وممكن تكون انت وهي عاملين الفيلم ده عشان تلبسوه قضيه؟ هو مين؟ ابن جوزها. ايه مش عارفه؟ لا ما اعرفوش، وما بقفلمش مع حد، وقلت كل اللي شفته في محضر الاسم. ماشي عايزه، خليك جاهز بقى عشان ممكن المحكمة تستدعيك للشهادة في أي وقت. سيادتك تضمني بحاجة تانية؟ امضي على أقوالك. بقول لك يا أحمد، سيبني شوية كده. الله يخليك.